معايا على التليفون زميل العزيز كريم بيبرس. كريم ده لايف كمان من العريش، اهلا بيك يا كريم، ويعني بعد اذنك عايز اعرف منك اصداء التوترات التي حدثت في رفح وعلى الخط الحدودي المصري. تحياتي ليك يوسف وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. فعلا أنا دلوقتي موجود في العريش، وطبعا إحنا بقالنا فترة كبيرة جدا بننقل الصورة باللي بيحصل في العريش ورفح فيما يتعلق بالمساعدات الإغاثية. يعني بالفعل التوترات اللي حصلت دي مصر كانت حذرت منها أكتر من مرة، حذرت منها محليا، حذرت منها دوليا، قالت بشكل مباشر للطرف الآخر لقوات الاحتلال وللعدو الحقيقة، قالت له أكتر من مرة أنه ده هيؤدي لتصاعد الأحداث. بلغت الأمم المتحدة، اتكلمت في كل الأماكن والمنابر الدولية المختلفة وحذرت من تصاعد الأوضاع بالفعل. وده طبعا يعني آدي اللي بيحصل نتيجة عدم يعني اهتمام قوات الاحتلال بأي من المنابر الدولية، حتى انه قوات الاحتلال ما اتخذتش اي اجراءات متعلقة بمحكمة العدل الدولية اللي كانت حذرت قوات الاحتلال وامرتها بوقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وان هي كمان تساعد ان هي تدخل لجنة مفوضة من الامم المتحدة او من الاماكن المختصة ان هي تحقق في المجازر والكارثة الانسانية والابادة الجماعية اللي بتحصل. لكن الحقيقة ان قوات الاحتلال لم تمتثل على الاطلاق لاي من هذه الاوامر، ودي كانت نتيجة اللي بيحصل بالفعل، الاشتباكات اللي حصلت بين فصائل المقاومة الفلسطينية وكمان قوات الاحتلال على بجانب الحدود المصرية، وطبعا البيان الخاص بالمتحدث العسكري او متحدث القوات الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية اللي اتحدث وقال في تفاصيل المبدئية زي ما كنت بتكلم يوسف على يعني هذه الاحداث، وانه فعلا احنا في الاول وفي الاخر جنودنا اهمها هي حدودها، وهو ما تمش التعامل الا بناء على انه بيتعامل لحماية حدودنا المصرية الشهيد رحمه الله. طبعا دي نقطة من النقط المهمة جدا اللي اتكلم فيها كمان البيان، انه ده مش بس بيأثر على الامن بشكل عام في المنطقة، لكن كمان بيأثر على تدفق المساعدات الانسانية للاشقاء في قطاع غزة وتحديدا في رفح الفلسطينية. يمكن الحقيقة انه خلال يومين، النهاردة كان اليوم الثاني لدخول المساعدات الاغاثية بعد توقف فضل لمدة 20 يوم متواصل، لما قوات الاحتلال اجتاحت معبر رفح الفلسطيني، منعت دخول المساعدات الإغاثية من معبر رفح الفلسطيني ومن معبر كرم أبو سالم. الحقيقة أن مصر رفضت التنسيق مع قوات الاحتلال، لكن الحقيقة أن مصر بعد مكالمة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جون بايدن في مكالمة هاتفية من يومين، اتفقوا على إدخال المساعدات بشكل مؤقت من كرم أبو سالم، ولكن يتم تسليم المساعدات للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة، وده تحديدا لعدم التعامل مع قوات الاحتلال بأي شكل من الأشكال. وبالفعل امبارح دخل ما يقرب من 200 شاحنة، وده المتفق عليه، من مواد غذائية، مستلزمات طبية، والنهاردة كمان كانت الشاحنات ابتدت تخش. لكن الحقيقة أن قوات الاحتلال دايما بتدور على أي طرق أنها بتعرقل فيها دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة. كانت قبل كده بتعرقل التدقيق المستمر بالتلكؤ في ادخال المساعدات، لكن الحقيقه ان النهارده قوات الاحتلال كمان يعني رجعت بعض شاحنات الوقود اللي دخلت بالفعل من الناحيه المصريه من امام بوابه معبر رفح المصريه متجهه لكرم ابو سالم، راحت لحد كرم ابو سالم، قوات الاحتلال رجعت شاحنات الوقود دي ورفضت ان هي تدخل. وبناء على ده طبعا انتهاء يعني الوقود في رفح الفلسطينية، وخرج مستشفى الكويت اللي موجود في رفح الفلسطينية منذ قليل، أعلى مدير المستشفى هناك أنه خرج تماما عن الخدمة بسبب عدم وجود السولار أو الوقود الكافي لتشغيل المستشفيات وتحديدا مستشفى الكويت. وده الحقيقة اللي مصر حذرت منه أكتر من مرة، الكارثة الإنسانية اللي بتحصل في رفح الفلسطينية، والحقيقة أنه مصر رفضت التنسيق مع قوات الاحتلال بأي شكل من الأشكال. الصورة بشكل عام 20 يوم كانت واقفة كتير جدا، الشاحنات يعني كانت في جزء منها معرض ان هو للتلف، طبعا في مستلزمات طبيه، في مواد غذائيه، في مواد معيشيه مثل الخيام، كل الكلام ده كان موجود. في حاجات منها كانت ابتدت تتعرض للتلف، يعني تم استرجاعها مره ثانيه وتعويضها بمواد ثانيه عن طريق الهلال الاحمر المصري عشان تقدر تخش للناحيه الثانيه للاشقاء في قطاع غزه. والحقيقه انه بعد الضغوطات المصريه الدبلوماسيه والسياسيه المختلفه قدرنا ان احنا ندخل جزء من هذه المساعدات عن طريق معبر كرم ابو سالم. دي كانت الصوره خلال اليومين دول. كمان الحقيقه سيارات الاسعاف متوقفه
العاطفة أمام بوابة معبر رفح المصرية في انتظار كمان أنها تخش وتنقل المصابين الأشقاء الفلسطينيين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية زي ما كان بيحصل خلال الستة أشهر أو السبعة أشهر الحقيقة اللي فاتوا. لكن برضو قوات الاحتلال جزء من يعني أعمالها ضد الشعب الفلسطيني وجزء من الإبادة الجماعية اللي بتمتهنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الحقيقة بتمنع خروج المصابين من الأشقاء الفلسطينيين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. الحقيقة أنه مصر بتبذل كل المجهودات المختلفة سواء كان المجهودات الدبلوماسية أو السياسية أو الجزء الخاص حتى بالضغوطات على قوات الاحتلال لإدخال المساعدات الإغاثية. كمان الأونروا كانت اتكلمت من يومين على نفاذ تقريبا مخازنها الخاصة بالمواد الغذائية لإطعام الشعب الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة. الأونروا تحديدا كريم موضوع في مشكلة كبرى يعني انت عارف. أولا خليني أشكرك الأول زميل العزيز كريم بيبرس، كل الشكر ليك وطبعا من العريش ربنا يحفظكم جميعا.